السلام عليكم، مرحبا بكم في محاضرة جديدة وياكم الدكتور عمر القيسي. واليوم راح نكمل لكم ايش؟ اصوات القلب. وصلنا في المحاضرة القبلها انه شرحت لكم شنو معنى الاشكال للمرمرات، لكن بقى عندنا شغلتين او ثلاث اشياء مهمة: فتحات القلب الفي اس دي الاي اس دي والبيت اندكتس ارتريوسز. واليوم راح نقضي على الفي اس دي والاي اس دي والبيت اندكتس ارتريوسز وفتحات القلب من ناحية اصوات القلب. وخلنا نبدأ بالمحاضرة. VSD شنو معناها؟ Ventricular Septal Defect. نجي نطبقها على اللوحة. شنو معنى Ventricular Septal Defect؟ Ventricular يعني البطيني، أي بين البطينات. Septal يعني الحاجز، وDefect يعني خلل، خلل في الحاجز بين البطينات. فهنا راح تصير عندنا الفتحة، فهذه هي ال VSD أو Ventricular Septal Defect. زين الأتريال Septal Defect، الفتحة راح تكون بين إيش؟ بين الحاجز الذي يفصل الأذينات. فراح عندنا تكون الفتحة بهذا الشكل. طبعاً راح أرسمها بهذا الشكل، وأنتوا تخيلوا إنه هي فتحة تربط بين الأذينات. فهذه الـ AST. آخر واحدة لعدها شنو هذه؟ Patent Ductus Arteriosus. Patent معناها باقية، Ductus يعني قناة، Arteriosus يعني شرايين، يعني القناة الباقية بين الشرايين، يا شرايين نقصد. في المراحل الجنينية هنالك قناة تربط بين الشريان الأبهر والشريان الرئوي، هذه القناة. هاي القناة في المراحل الجنينية بعد الولادة المفروض مباشرة تنسد، ولكن لو بقت وما سدت فراح تسمى patent ductus arteriosus، وراح نسمع لها وشة وصوت من أصوات المرمر في القلب. فهذه كلها راح تعطينا مرمرات، لكن راح نجي نشوف الفرق. راح نبدأ بأسهل وحدة اللي هي patent ductus arteriosus. هذه راح أكتبها PDA، patent ductus arteriosus. مثل ما تلاحظون طبعا في هاي الحالة، إذا نلاحظ الأورتا أو الشريان الأبهر دائما الدم بيضغط أقوى من الشريان الرئوي، فذلك دائما الدم راح يجري من الأورتا إلى الشريان الرئوي بهذا الشكل. فبالتالي دائما عندنا دم جاري في كلتا الحالتين، في حالة السيستول والدايستول، ولذلك المرمر راح نسمعها مستمرة ولا تنقطع، فراح تكون إيش؟ Continuous مرمر. لها اسم ثاني اللي هو machine like مرمر. شنو معنى machine؟ يعني مثل الآلة، أو continuous يعني مستمرة. مثل إيش؟ شايفين أداة الخياطة القديمة، هذه الماكينة تبع الخياطة القديمة اللي دائما تكون مستمرة بالحركة، فبالتالي تعطيك صوت مثل الماكينة أو الآلة. فهي هاي المرمر راح تسمعها نفس الشيء. طيب وين راح نسمعها؟ راح نسمعها في نفس منطقة اللي نسمع من عندها المشكلة إذا صارت في البولميناري فالف. يعني راح نسمعها بالسكند انتر كوستال بجهة الليفت. ليش؟ لأن قلنا يطلع من اليمين يروح على اليسار، وبهذه الطريقة. فهذه راح نسمعها، راح نسمع continuous murmur و machine like و intercostal. ومرات يسمون المرمر systolic diastolic، يعني في حالة السيستول والدايستول اللي هي نفس المعنى. فلو شفنا هذه الاختيارات أو شفنا هذا الكلام موجود في الأسئلة أو سمعتها ممكن في طفل حديث الولادة، ممكن تقدر تشخص الـ PDA أو الـ Patent Ductus Arteriosus. طيب نروح على وراها، نجي على الـ VSD. نجي على الـ VSD أو الـ Ventricular Septal Defect. مثل ما نلاحظ طبعا هنا الديفكت صاير في بين البطينات، البطين الأيسر أقوى من البطين الأيمن، فالدم وين راح يتجه؟ من البطين الإيش؟ الأيسر إلى الأيمن. لكن هذا ليس مدى الحياة، لأن في النهاية البطين الأيمن راح يقدر يصير أقوى، وراح يواكب، وراح يحاول يقوي نفسه حتى يواجه هذا الضغط، ويصير عندنا شغلة اسمها آيزنمنجر سيندروم. هذه إن شاء الله في فيديوهات ثانية أقدر أشرحها بشكل أكثر تفصيل. الآن فقط أركز أنه الدم راح يمشي من اليسار إلى اليمين، وبالتالي راح يصير عندنا مرمر، لأنه من راح يعبر الدم بسرعة بهذا المجال راح يصير عندنا المرمر. طبعا شو وقت راح يعبر الدم؟ لما القلب منبسط ولا منقبض؟ أكيد لما القلب منقبض راح يكون العبور أسرع وأقوى، وبالتالي المرمر راح تسمع في حالة الإيش؟ السيستول.
فهذه راح تكون طبعا هالو سيستوليك مرمر مرمر هالو سيستوليك مرمر يعني على طول فترة السيستول نسمعها على طول فترة السيستول. طيب وين راح نسمعها؟ راح نسمعها بنفس مكان التراي كوسبيد فالف، نفس مكان الترايكوسبيد. واحد يقول دكتور انا ما اتذكر وين مكان الترايكوسبيد. الترايكوسبيد قلنا تقريبا هو بالفورث انتركوستال سبيس، قريب بال يعني او المجال الرابع القريب من الحافه السفلى للقص الانفيرير مارجن اوف ذا ستيرنوم لجهه اليسار. فهنا بهذه المنطقه تقدر تسمع تقريبا الترايكوسبيد. هو نفس المكان راح تسمع من عند الفي اس دي او الفنتريكل سيبتال ديفكت. بس انت راح تسالني ممكن بيها شلون اختلافات، شلون اقدر افرقها، ممكن عندي مشكله بالترايكوسبيد ايضا. طبعا 100% ما راح نقدر نفرقها فقط من الاستماع عن طريق السماعه الطبيه، لا، بالتالي راح نستخدم جهاز الايكو حتى نقدر نتاكد 100%. لكن الان نتعامل كطالب طبيه وممكن أيضا كشخص في المستشفى ممكن قدر يسمع مرمر، فكيف راح تقدر تعرفها وممكن في الأسئلة كيف تجيك. أيضا راح نسمع شغلة اسمها الـ S3 sound. طبعا الـ S3 والـ S4 هذه رادلها محاضرة كاملة، إن شاء الله راح يكون لها فيديو منفصل كامل أشرح به شنو معنى S3 و S4. لكن الآن نكمل شنو راح نسمع الـ S3 sound. شنو هذا الـ S3 sound؟ بشكل سريع يسموه Rapid Ventricular Filling أو امتلاء البطينات بشكل سريع. طبعا احنا لما تصير لنا فتحه بهذا الشكل اكيد البطين ايش راح يصير بيه؟ راح يمتلئ بشكل سريع، فراح تسمع زي صوت الامتلاء. لما انت تجيب قدح ماء وتسكب فيه الماء بشكل سريع تسمع صوت هذا الامتلاء، نفس هذا راح يصير في هذه الحاله. فراح نسمع S3 sound، مرات يسموه S3 gallop، اذروني اذا في اخطاء في السبيل، S3 gallop، او ممكن يسموه ايضا الرابيد ventricular filling. المهم rapid ventricular filling او الامتلاء السريع للventricles. فراح نسمع الصوت الثالث وراح نسمع في منطقه الترايكوسبيد وراح نسمع هالوسيستوليك مرمر. هذا بالنسبه لمنو؟ الفي اس دي او ventricular septal defect. طيب الان بقت اصعب وحده على الطلاب واللي الطلاب دائما ما يحبوها، اللي هي ايش؟ الاي اس دي او الاتريال سيبتال ديفكت. اتريال سيبتال ديفكت، طبعا هو طلاب ما يفهمون المساله ليش ده يصير، فده شويه نوع من التشتت ده يصير. اللي ده يصير شنو؟ انه الدم طبعا راح يعبر من الليفت للرايت كونه اقوى. المهم فراح يجمع وين؟ في الاتريوم. هذا الدم المجمع راح ينزل لك على الرايت فنتريكل وراح يزيد لك حجم الدم الموجود، فدم اكثر راح يتجمع في الرايت فنتريكل، وبالتالي هذا الدم راح يرد لفترة أطول حتى ينضخ من خلال الشريان الرئوي أو البولميناري آرتري. فالبولميناري فالف راح يتأخر بالانسداد عن الأورتا، لذلك راح يصير عندنا شغلة اسمها S2 split. شنو معنى الـ S2 split بالكامل؟ أكو عندي فيديو كامل تقدر تراجعه وتشوف شنو بالفعل اللي يصير، فما أقدر طبعا أشرحه في هذا الفيديو لأنه يأخذ فترة طويلة ومدة طويلة. حاول ترجع لذاك الفيديو اللي اسمه الـ S2 split وافهم المسألة. طبعا راح يكون fixed يعني ثابت، ما راح يروح لأنه هذا ما راح يتغير إلا جراحيا، فراح هذا يكون ثابت fixed S2 split. إضافة ممكن نشوف شغلة اسمها الـ S2 attenuation loud S2 يكون صوته عالي. طيب شنو اللي بعد راح نسمع؟ راح نسمع systolic ejection murmur. شنو معنى systolic ejection murmur؟ يعني زي المرمر اللي تصير لما لو عندنا ستينوسز مثلا او شيء، تكون زي الضربه قويه. systolic ejection murmur، ejection murmur راح تصير قويه في حاله السيستول. طيب وين راح نسمعها؟ في نفس منطقة الايش؟ البولمونري سكند انتر كوستال على جهة الليفت. واحد راح يقول لي زين دكتور ليش تصير بهذه الحالة؟ لأنه راح ينقل لك الصوت في الحقيقة هو البولمونري ارتري، فكأنه عندك مشكلة في الصمام. ما راح نسمع المشكلة بالضبط من هذا المكان. طبعا مرات يقولوا لك في بعض المراجع انه لو جيت على الاستيرنوم نفسه في جهة اليسار قليلا ممكن ايضا تسمع المرمر قريبة من الاستيرنوم. فهذه الحالة هي حالة اذا كان عندك اي اس دي او اتريال سيبتال ديفكت. الامور طبعا مو بهذه السهولة، احنا حتى نشخصها بشكل الأفضل نستخدم جهاز الإيكو اللي ينطينا صورة واضحة للقلب، فنقدر نعرف 100% إذا كان عندنا بالفعل هذه الفتحات. ولكن هذه تسأل في الامتحانات بشكل كثير، وأيضا كلينيكالي ممكن تقدر تتوقع
وجود مثل هذه الحالات. الأمور ليست بهذه السهولة لما تجي تطبقها على مريض، ولكن بالتدرب وبالمحاولة وبالفهم ممكن الأمور تصير أسهل. إن شاء الله أكون فدتكم في هذه الفيديوهات. بقى إن شاء الله أيضا أسوي لكم فيديو آخر عن S3 والS4، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة، وأتمنى لكم كل الخير. السلام عليكم.